خليني اكلم حضرتك عن حاجه مهمه جدا، ويمكن هي الدعم بقى. هذه المبادره دعمها او النفقات، لان اكيد في نفقات بتتحملوها خاصه بالعلاج وتكاليفه وغيره. هذه النفقات او الدعم ده، في دعم حكومي مثلا، في مؤسسات حكوميه بتتواصلوا معاها، وزاره الصحه مثلا، انا عارفه ان في تعاون ممكن حضرتك اشرت اليه من خلال وزاره التعليم العالي، لكن غيرها من الجهات، وزاره الهجره، ولا هو فقط التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني اللي انت اشرت اليها ان هي دي اهم عضو فعال معاكم؟ بالنسبة للنفقات، النفقات مؤسسة معونة كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني اللي هي أصلا تتبنى المبادرة، بتمول بعض النفقات اللي فيما يختص بالسفر والإقامة وحاجات كده، لكن المستلزمات الطبية اللي هيحتاجها الطبيب جوه، الخبير جوه المستشفيات، الحقيقة وزارة التعليم العالي والمستشفيات الجامعية بتساعدنا فيها جدا. طبعا في تبرعات من بعض الجهات ومن بعض المتبرعين، يا ريت يعني تزيد طبعا، اكيد اتمنى يعني، لان ده هيخلينا نقدر نتحرك بشكل اكتر، نجيب بدل دلوقتي احنا بنجيب خبيرين في الشهر او ثلاثه، ممكن نجيب اربعه خمسه، مفيش مشكله، تخصصات حسب كتير الدعم طبعا، حسب كل ما الدعم المالي. بيزيد. لكن الحقيقه اللي انا بشوفه يعني انه لما بندخل محافظه مع كل زياره جديده، ناس تانية بتدخل على صفحتنا في سمعونا وبتتواصل معانا وبتتبرع لعلاج، لدعم بعض الحالات، يعني مثلا حد يقول انا عايز ادعم حالات للاورام مثلا، فلما تجيبوا خبير هيعمل حالات مستعصيه في الاورام او علاج الالام المستعصيه اللي بتمنع عن الشغل، فانا عايز ادعمها، وده طبعا جهد مشكور يعني. طيب يعني المستشفيات تحديدا اللي انتوا بتقرروا ان انتوا هتبداوا تعملوا فيها مثلا عمليات طبعا، وتستقبل الدكاتره المشاركين في هذه المبادره، بيتم تحديد المستشفيات ازاي؟ هل هي مستشفيات فقط اولا التعليم الجامعي، مستشفيات الجامعي، ولا في مستشفيات خاصه ممكن تشارك، او مستشفيات حكوميه ممكن تشارك، وبيتم اختيارها على اي اساس؟ في الاول لما بدانا كان معانا مستشفيات القوات المسلحه، كانت معانا مستشفى من المستشفيات الكبيره التابعه لجهاز المخابرات العامه وادي نيل، كانت معانا. لكن دلوقتي يمكن احنا مركزين اكتر على المستشفيات الجامعيه، لان المستشفيات الجامعيه فيها ميزتين، اول ميزه انها جوه المحافظات، فانا كاني بقرب للمواطن الغير قادر، بدل ما اقول له يلا اركب طياره ولا اركب قطر ولا مش عارفه ايه، واركب عربيه 12 ساعه ولا 10 ساعات عشان توصل للخبير، لا انا بجيب لك الخبير لحد عندك. كمان الطبيب في القاهرة واسكندرية والجيزة لحد ما أكثر حظا من الطبيب الشاب اللي موجود في المحافظات النائية شوية أو الحدودية. فبالعكس إحنا لما بنختار المستشفيات بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نتجه ناحية الصعيد وناحية المحافظات النائية، لأن الطبيب هناك نهم أكثر للتدريب. طيب